السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها كتير في العيادات واللي بتجيلنا باستمرار لما يكون واحد واقع أو اتلوى رجليه أو وقع أو اتخبط أو كان بيلعب كورة واتصاب إنه يحط كمادات سخنة على رجليه. طيب لو حط كمادات سخنة على المكان المصاب ده هيحصل له إيه؟ أول حاجة هيورم بدرجة كبيرة جدا لأنه هيزود تدفق الدورة الدموية للمكان ده. تاني حاجة هيحصل ألم شديد جدا. تالت حاجة هيحصل تغير في لون الجلد ويحصل إزرقاء أو إحمرار في لون الجلد لأنه هيزود نزيف الدم تحت الجلد. طب المفروض نعمل إيه؟ المفروض نعمل كمادات باردة في أول 48 ساعة، لأن الكمادات الباردة بتقلل تدفق الدورة الدموية فتقلل الورم وتخفف الألم وكمان تقلل النزيف اللي هيحصل تحت الجلد. الطريقة المثالية علشان تعمل كمادات تلج على المكان المصاب، أول حاجة إنك تجيب قطع تلج تحطها في منشفة أو فوطة وتحطها على المكان المصاب مش أكتر من 15 دقيقة. تكرر الحكاية دي مرتين إلى 3 مرات في اليوم، لكن اوعى تحط التلج مباشرة على الجلد، واوعى تحط التلج لمدة أكتر من 15 دقيقة على الجلد، واوعى تحط كمادات تلج لو كان الشخص عنده سكر أو عنده مشاكل في الدورة الدموية الطرفية. إمتى نستخدم كمادات التلج؟ نستخدم كمادات التلج لما يكون الشخص مصاب في أول 48 ساعة. اتصاب يعني إيه؟ وقع، اتخبط، اتلوى رجليه، اتصدم مع حد، وقع وهو بيلعب كورة. أما كمادات المية السخنة فبتستخدم في حالات تشنج العضلات، لما يكون الواحد صاحي من النوم مثلا ورقبته واقفة أو رقبته مشدودة أو ظهره قافش عليه أو في آلام في المفاصل بدون إصابة، بتعمل كمادات مية دافية. والكمادات المية دافية دي بتعملها عن طريق فوطة مبلولة وتحطها على المكان المصاب، أو الأفضل المية المباشرة على المكان المصاب لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة. المية ما تكونش سخنة، المية تكون دافية لمدة 15 دقيقة، وتكرر الموضوع ده ممكن 3-4 مرات في اليوم. في حالات الإصابات اللي احنا قلنا عليها، الإصابات الملاعب أو الشخص اتصاب أو وقع أو اتخبط أو الكلام ده كله أو اتلوى رجليه، الإجراءات اللي المفروض تاخدها الآتي: الشخص ده ما يتحركش تماما، يرفع رجليه على طول على مخدة او مخدتين ويعمل كمادات تلج في اول يومين بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، وممكن ياخد في اول يومين مضادات الالتهاب والمسكنات بالفم او الموضعية الكريمات يعني لغاية ما يشوف الدكتور. لو الالم استمر معاه ممكن يعمل له اشعة وممكن يعمل له جبس او على حسب الحالة. من النهاردة ممنوع تعمل كمادات مية سخنة لشخص واقع او مخبوط او اتلوت رجليه او حصل له اصابة في اول 48 ساعة، لان ده هيورم المكان ويزود الالم ويزود نزيف تحت الجلد. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عندك اي استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وانا هرد عليك. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.